الأجواء في تونس يا عراقي هادئة قبل مواجهة الزمالك والترجي، ولا الأجواء مشتعلة والناس متحمسة جدا في تونس؟ بص يا كريم، وانت برضو سيد العارفين، برضو انت رحت تونس كتير وعارف. يعني مش عايزين ناخد قوي بالتصريحات، مش عايزين ناخد قوي ان التصريحات اللي هي المثاليه والاجواء كويسه والاجواء هتبقى لطيفه ومفيش مشاكل. احنا لازم نبقى حاطين قدامنا اسوأ السيناريوهات. خلينا كده واخدين مباراه رادس السنه اللي فاتت، مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا قدام السنه اللي قبل اللي فاتت، مباراه الاهلي والترجي التونسي في النهائي. الاهلي كان كسبان هنا 3-1 وراح اتغلب في تونس 3-0. وعايز اقول لك طبعا ان المباراه دي اجواءها، يعني انا كنت موجود فيها، مباراه كانت صعبه جدا، الجمهور هناك جمهور شرس جدا، الاجواء كلها كانت اجواء يعني اجواء صعبه جدا. من لحظه وصول الفريق لتونس وتنقلاته في تونس وتنقلاته للملعب، وطبعا بقى كل ده بيتضاعف يوم المباراه، ان انت كل الناس بيبقوا في مكان واحد بس في اتوبيسات ورا بعضها، بيبقى تامين كبير جدا، بتروح عند الملعب بتلاقي عدد جماهير كتير جدا واقف قدام البوابات. يعني انا بقول لك ان بيبقى منظر صعب. انا طبعا من هنا بوجه يعني تحذير لفريق الزمالك ان المأموريه مش سهله نهائي، المباراه صعبه جدا جدا، والترجي قادر ان هو يفوز 2 و3 و4 على فكره هناك، مش عشان هو الترجي افضل من الزمالك، انا من وجهه نظري دلوقتي ان الزمالك افضل، بس الاجواء هناك صعبه جدا، احنا مش واخدين عليها قوي، احنا بنلعب بالدوري برده دلوقتي من غير جمهور، مفيش جمهور لحد دلوقتي، اللي هم واخدين اكتر على لعب الجمهور، حتى الجمهور بتاعهم بيبقى جمهور يعني زي ما بيقولوا جمهور قوي، جمهور شرس، بيبقى مركز اكتر في تدعيم فريقه، الاجواء هناك بتبقى صعبه، فلازم احنا الزمالك ياخد حذره من المباراه، لازم كارتيرون، ولا يمكن انا كارتيرون شايف ان هو من المدربين اللي عندهم خبرات افريقيه كويسه، والمدربين اللي عندهم يعني مرونه تكتيكيه كبيره جدا، اعتقد ان كارتيرون هو اللي عليه العامل الاكبر في كده، ان هو ازاي يقدر يستوعب حماس لعيبه الترجي في اول مباراه، وازاي يقدر ان هو يوصل لعيبته ان هم عندهم تارجت معين ان هم يخرجوا بنتيجه ايجابيه عشان الزمالك يضمن الصعود. بس من هنا يا كريم انا بقول لك ان الاجواء مش هتبقى صعبه، المباراه مش هتبقى سهله خالص على الزمالك رغم تحقيق نتيجه كبيره في مباراه الذهاب.